بلغني أيها المشاهد الكريم أنه قد جاءنا الشهر الفضيل، هل الهلال فيه اكتمل؟ هل الهلال واكتمل ورجعت يا أغلى الشهور، محلى الصيام والعمل واللمة في فطور وسحور. رمضان يا شهر في السنة مستنينا كلنا، قوم صح راتي قول لنا اصحوا نوحد ربنا. هلت بشاير طلتوا هفت نسايم رحمته، نرفع ايدينا نقول يا رب ودعانا كله كلام من القلب، كلام من القلب. بلغني ايها المشاهد الكريم ان سيدنا محمد عليه التسليم قابل في سكته مرة ولد يتيم، كان واقف يوم لوحده بعيد وكان حزين وبيتفرج على باقي الأولاد التانيين اللي بيلعبوا قدامه عادي ومبسوطين. سألوا النبي: يا ترى انت تبقى ابن مين؟ عرف ان أبوه وأمه ماتوا من سنين. سيدنا محمد رق وحن على حاله وخدوا أحلى ثياب في يومها جبهاله، وزادوا كمان تكريم لما النبي قال له لو حد سأله تاني عن أبوه وعن أمه يقول أبويا هو محمد الأمين وأمي هي ستنا عائشة أم المؤمنين. بنكمل مع حضراتكم النهاردة إن شاء الله أخلاق الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مع فضيلة الشيخ إبراهيم رضا. أكيد برحب بصلاة حضراتكم وأسئلتكم، تقدروا كمان تبعتوا لنا SMS على رقم 91235 في انتظار حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. يا رب نفسي حياتي تكون ليك، أرجع لك أرجع لك لو مهما عصيك، وأجي لك مع كل أدان أترجاك أترجاك باسم المنان. تسامحني وتغفر لي ذنوبي، ترحمني وتستر لي عيوبي، أنا أصلي مجرد. الرسول صلى الله عليه وسلم هيكون كلامنا عنها إن شاء الله النهاردة مشاهدين مع فضيلة الشيخ إبراهيم رضا. أكيد بنرحب بصلاة حضراتكم وأسئلتكم، تقدروا كمان تبعتولنا SMS على رقم 91235. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحنا بنكمل النهاردة أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو تكلمنا عن أخلاق الرسول وإزاي نتعلم منها الخلق الكريم أكيد هنتكلم كتير قوي. خلينا نبدأ ونتكلم عن الرحمة. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على من أرسله ربه رحمة للعالمين، سيدي وحبيبي فداك أبي وأمي يا سيدي يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي. لم يكن هناك علاقة وحي بين السماء والأرض. حالة العرب كان الناس في فوضى طاحنة، أحوالهم مضطربة، شؤونهم مرتبكة، ضاعت بينهم القيم، أتوا كل منكر، عبدوا آلهة شتى،
وظل الأمر على هذا المنوال إلى أن بعث الله فيهم محمدا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الراحمون يرحمهم الرحمن، ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء. ولكي لا ينجرف الإنسان إلى المعصية التي لها شؤم على القلب تجعل القلب أقسى من الصخر، قال الله في كتابه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد المعاصي، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. لكي لا يقسو القلب بالمعصية كانت رحمة النبي، ولكي لا يقسو القلب باعتمادي على أنه بطاعته امتلك الدين والدنيا. ولذلك سيدنا النبي يسأل سؤال صريح: يا رسول الله، أيدخل أحدنا الجنة بعمله؟ قال: لا. فقال له الصحابي بفطنته وذكائه: ولا أنت يا رسول الله؟ قال له النبي: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكي ننال الرحمة من الله لابد من أن نتراحم فيما بيننا. رحمة العالم، الرحمة يا أستاذة لمياء، وأنا بحييك على اختيار الموضوع في فضفاضة شوي، ما أقدرش أقول تراحمه واسكت. رحمة العالم تتولد من علمه وفقهه، لما يبقى عنده المعلومة ومطلع وقريب من الله وقريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بذاته هو الرحمة. سيدنا النبي هو قاعد في المسجد، يدخل أعرابي، الرواية تقول لك إيه، من أجلاف البادية، واحد من الجماعة الهمجيين بقى لسه حديث عهد بالإسلام، وبعدين يجلس في مجلس رسول الله، حابب يعمل حمام، يقوم جاي كده في مكان بعد القبلة وقاعد، والراجل عادي جدا ولا كأن في أي مشكلة. هم بعض الصحابة أن يفتكوا به، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يحتكم إلى الفقه إلى المعلومة. ولذلك سيدنا النبي يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل قلب قاس عنده مصيبة، عنده زي احنا الشائع عندنا فقر الدم اللي هو الانيميا، فقر الفقه، فقر المعلومة بيجيب التعصب وبيجيب القسوة وبيجيب الغلظة، وهي دي اللي احنا بندفع فاتورة باهظة في ايامنا النهاردة. نقتل بأيدي من؟ بأيدي من يرفعون لواء الإسلام ورسول الله منهم براء صلى الله عليه وسلم. لذلك يجي النبي يحتكم للمعلوم، يقول له: تعال، ايه القضية؟ الرجل أخطأ، نعلمه، وبعدين دعوه وهريقوا على بوله سجلا مما، يعني بالبلدي جرد المية، لأن القاعدة الشرعية بتقول إذا اجتمع القليل من الماء النجس واختلط بالكثير من الماء الطاهر طهر المكان. يقوموا يجيبوا الجردل ويحتكموا إلى المعلومة، مش إلى الزراع وإلى الضرب وإلى الكلام ده، ويبتدي يدلقوا المية، ويبدأ الراجل انبسط، الراجل فرح برحمة النبي. ذلك الرواية تقول لك إيه؟ إن هو من شدة فرحه خلاص كان مقتول، مفيش نقاش، يقول إيه؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم بعدنا أحدا أبدا. فسيدنا النبي يقول له: يا أخ العرب، لقد ضيقت واسعا، ايه اللي بتقوله ده؟ لا، قول: اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قاد. ولذلك من لطف النبي وهو بيعلمنا الرحمه، انا عايز دعائي يستجاب. استاذه لمياء بتدعي ربنا، امتى ربنا ياخد دعائها ويسجله على طول؟ يا ترى لما تقول اللهم اغفر للمياء، لا، يقولك من ادب الدعاء ايه؟ ان يكون الدعاء للكل بصيغه الجمع. ليه؟ لان من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. فكرة ان انا بقى حتى الدعاء بظاهر الغيب، ان حد مش موجود معانا ونتذكره بكلمة طيبة نقول ايه؟ اللهم وفق فلان. هي دي القلوب اللي استطاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزع منها الحقد والكراهية وامراض القلوب، ويؤصل لفكرة التراحم ولطهارة القلب. ليه النبي بيهتم بطهارة القلب؟ وليه ربنا بيوصيه على القلب؟ لاني أنا النهاردة عملتي الدولار، الجنيه المصري، اليورو، أما العملة المعتبرة بين يدي أحكام الحاكمين ورب العالمين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، القلب السليم الرحيم الشفوق المحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. الرحمة والناس اللي قلوبها فيها رحمة، والناس اللي قلوبها اتشالت منها الرحمة.
ايه اللي بيخلي بني آدم فيه في قلبه رحمة ويبقى رحيم بغيره وبيفكر في غيره، ويخلي بني آدم تاني قلبه مليان قسوة والرحمة مش موجودة في قلبه خالص ودايما بيفكر في نفسه وبس؟ والله السؤال ربنا يجزيكي عنه كل خير. خلينا اقول لك حاجه، ما تيجي نعرض السؤال ده على سيدنا النبي عليه افضل عمل ايه الصلاه في تجربته والسلام. الواقعيه اللي ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. خد مجموعه من العرب ما كانش عندهم الاخلاق بتاع التحضر والاتيكيت اللي احنا بمصطلحنا النهارده، استطاع النبي ان يحول من كانت لديهم غلظه في القلوب بفضل منهج رب العالمين سبحانه وتعالى الى ائمه يقتدى بهم ويقتفى أثرهم، وكانت الجنة لمن كان على طريقتهم واتبع من والى هؤلاء الذين علمهم رسول الله وأدبهم رسول الله. المنهج القرآني دايما ورحمتي وسعت كل شيء، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. حضرتك وكل مشاهدينا النهاردة بنتابع جيشنا وبنتابع قواتنا الباسلة، يقول لك بعد شويه في بيان من الجيش المصري او في بيان من القوات المسلحه، لله المثل الاعلى، بيان الله لامه النبي محمد، نبئ عبادي يا محمد انبئهم ايه؟ اني انا الغفور الرحيم. ولذلك يجي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا حتى في ايات الصيام، فين الرحمه في الصيام؟ ان تتولد ايات تؤسس لقاعده التراحم واليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. النهاردة واحد جاي لي مسن، أنا والدي عنده 84 سنة ومش قادر يصوم، فالراجل بيقول لي إيه وما معاش حتى اللي يدفعه، حضرتك ممكن أنا أدفع عنه أو أنت تدفع عنه؟ قلت له ممكن أنا أدفع عنه وممكن ربنا يدفع عنه. قال لي لا هو ملتزم. قلت له والله يا أخي جزء من المرويات الثابتة عن رسول الله أن الرجل المسن الطاعم في السن الفقير المعدم ده الذي لا يقوى على الصيام يبشرنا رسول الله أنه أصبح ضيفا على الله في الأرض، لا عايزين منه صدقة ولا عايزين منه زكاة ولا عايزين منه يعمل كفارة، كفاية أنه ضيف ربنا. ولذلك لولا أطفال الرضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. والرواية الشهيرة لما سيدنا النبي يقول إن يؤتى برجل يوم القيامة عبد الله 500 عام، إحنا عايزين الدرجة اللي بين الخوف وبين اليقين، بين الرجاء وبين إيه؟ الطمع في رحمة الله. المرتبة الإيمانية اللي زكاها سيدنا أبو بكر، يقوم ربنا في ساحة الحساب يقول له عبدي نعم، أتدخل الجنة بعملك أم برحمتي؟ الراجل 500 سنة ما عملش فيهم معصية، فيشد الجاكيت كده ويقول له بعملي، ده أنا حد جامد قوي. فيقول له عبدي أتدخل الجنة بعملك أم برحمتي؟ يقول له يا رب بعملي. يقول له عبدي أتدخل الجنة بعملك أم برحمتي؟ يقول له يقول له خلاص زينوا عمل عبدي. فيوزن عمل العبد أمام نعمة البصر فلا يوازي، فسبحان من كانت تلك صحيح. إرادته صحيح. يقول للملائكة خذوا عبدي إلى النار بعدلي، طالما تعالوا بقى نوريك مدام أنت هتدخل بأعمالك وريني بقى. فيصرخ ويقول بل برحمتك بل برحمتك، فيقول الله خذوا عبدي إلى الجنة. من هنا نحن نحتاج إلى أن نؤصل لهذا، ليه الإنسان بقى متعصب وليه الإنسان شقي؟ لغياب المعلومة. حين تقاعس أصحاب الرسالة الحقيقيين من علماء الدين عن أن يقوموا بدورهم خير قيام، لقينا أنصاف المثقفين طلعوا لنا على المنابر، طلعوا لنا في القبلة في المساجد، خطفوا الدعوة على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي. لقينا النهاردة دين لا يمت للإسلام بصلة، مظاهر لا علاقة لها بدين الله، يعني لا يستشهدون لكي يتراحموا ولكنهم يستشهدون لكي يتقاتلوا. لقينا القتل بدم بارد، لقينا البعد عن هدي الله. وعلى فكرة كان هذا على عهد النبي ولكن بحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إدارة النبي لما يسمى إدارة الأزمة. العالم الإسلامي يا أستاذ لمياء النهاردة لو إحنا عايزين نطلعه مما هو فيه علينا أن نعود إلى النبع الصافي إلى رسول الله. كيف كان رسول الله يدير الأزمة؟ علم الأزمات النهاردة بقى علم في أكبر الجامعات. أنا زرت جامعة جورج تاون، زرت جامعة بوسطن، زرت جامعة ميتشيغن، زرت جامعة هارفارد، بقى في أقسام حتى باللغة العربية بتهتم بعلم إدارة الأزمات. ليه؟ لأن العالم النهاردة الحركة سريعة و لن نستطيع أن نعبر في هذه الدنيا بدون ميراث رسول الله وفقه رسول الله وحلم رسول الله
وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هاخد من كلام حضرتك وحضرتك بتتكلم انه احنا كلنا هندخل الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى، ازاي نحصل على رحمة ربنا؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، أدي عنوان جميل. طب أحصل نعمة ربنا أو رحمة ربنا إزاي؟ أبقى محسن. طب مين هو المحسن يا رب؟ إحنا عندنا أستاذة لمياء أشرف حاجة وإحنا بنتناول كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل، نعلم المشاهد إن أول تفسير للقرآن هو تفسير ربنا لي. يعني قبل ما أقول إيه المحسن مين هو، أستنى على نفسي فهلاقي القرآن يفسر بعضه بعضا. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك إن المتقين في جنات وعيون إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. بيعملوا إيه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كان دايما يواظب على قيام الليل. طب وقيام الليل دي حاجة جامدة قوي، سيدنا جبريل ينزل بالليل ويقول له يا رسول الله اعلم أن شرف المؤمن من أمتك في قيام الليل. التفاضل ده. أنا هقولك ما هو أبعد، سيدنا النبي هو ماشي في شارع في المدينة وجد طفلتان صغيرتان تتشاجران، دي بتقول لها أنا أفضل والتانية بتقول لها أنا أفضل، فواحدة بكت، فالنبي طبطب على واحدة منهن كده وقال له ما يبكيك، أنت زعلانة ليه؟ قالت لها، قالت له يا رسول الله تدعي أن أبيها أفضل من أبي مع إن أنا أبي أفضل. طب يا ترى العيال دي فاهمة غلط؟ يعني أنتوا ليه بتتفاضلوا وبتتنابزوا كده؟ إيه المعيار؟ هل لأني والدك شغال وزير والتاني لأ، ولا ده كذا وده لأ؟ فقال لها طيب أنت فضلت أبوكي بإيه؟ أبوكي أفضل لي في نظرك؟ قالت له يا رسول الله إن أبي يعلمني في صبيحة كل يوم يا بنيتي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر المساء. فالتانية غضبت، النبي استبشر فقال لها طب أنت بقى أباكي بيعلمك إيه بقى؟ قالت له إن أبي يقول لي يا بنيتي إذا خرج النفس فلا تنتظري عودته وإذا عاد فلا تنتظري خروجه. هو نفس المعنى. شفت الجمال، شفت الرقي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، اللي كنا بنقوله في الحلقة اللي فاتت. أيوه. كسرة الاستغفار وقت السحر ليه؟ لأن الله ينزل من عليائه إلى سماء الدنيا وينادي في عباده وهو الغني عنهم، هل من سائل فأعطيه، هل من له دعوة فأجيب دعوته، ولا يزال كذلك إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الزكاة يا جماعة، يا جماعة احنا في رمضان لا نريد أن نجد يتيما. والله احنا من أول رمضان تقريبا كل الأسئلة والتليفونات اللي بتيجي بخصوص الزكاة، ناس عايزة تفهم تعمل ايه وعايزة تفهم الصح والغلط، وده حاجة جميلة جدا. بخصوص الأذكار والتسبيح والذكر ربنا سبحانه وتعالى في وقت السحر، أحيانا البني آدم يفضل يستغفر ربنا كتير كتير كتير، بس في النص دماغه تسرح في حاجة معينة، يفكر في حاجة معينة ويرجع تاني يلاقي نفسه بيكمل في استغفار. ربنا بيقبل في الفترة دي ولا ما بيقبلش؟ خليني أقول لك حاجة مهمة قوي، إن أفضل صلاة هي الصلاة اللي فيها نوع من أنواع المجاهدة مع الشيطان. لا أنا بتكلمش على الصلاة، أنا بتكلم على الاستغفار، على التسبيح في أثناء الليل وقت أو في أي وقت. خلينا نقول إحنا إيماننا نحن العوام اللي إحنا مش أنبياء يعتريه النقص والزيادة. يعني بيتغير بفعل البيئة لها عامل، ولذلك قلنا قبل كده رجل العاصي الآتي لما حب يتوب قال له لا مالكش غير بيئتك، غير بيئتك. ليه؟ لأن عامل البيئة مهم. أنا النهاردة ممكن قلبي يبقى أعلى درجة، ممكن يبقى أقل درجة، هذا لا حرج على المؤمن فيه. ليه؟ لان هي دي الدنيا الف لام ميم. او مش فكره برضو مش فكره القلب برضو يا فضيله الشيخ، فكره انه ممكن يبقى في مشكله موجوده، ممكن يبقى دماغه سرحت في ولاده، سرحت في حاجه، سمعت صوت حاجه لفتت انتباهه، بيسبح برضو بس مش بنفس التركيز اللي كان عليه او مش بنفس الدرجه. طيب خليني اقول لك حاجه، هو لما فكر في ولاده، احنا لازم نعلم الناس بقى المعنى الشامل للعباده علشان ما يحسوش ان ده ذنب. بمعنى ايه؟ كل حركة الإنسان في الكون ما دام منسجم مع الله ومع النبي هي لله. أنا لو فكرت في تدبير أمر لولادي ده جزء من عبادتي، لو شغلتني مشكلة في شغلي وأنا بسبح ربنا سبحانه وتعالى ده جزء من عبادتي. الله أنزل قرآنا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إحنا بالطبيعة البشرية المعتادة كنا تشغلنا مشكلة
كنا يشغلنا هم أو فكر، ربنا يعني يعزنا جميعا ويعز المشاهدين من كل هم ومن كل غم، كل ده يجبر بالطاعة على طول. مش النبي قال لنا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن؟ الإنسان دايما يبقى بيتردد على أعتاب الله، الإنسان دايما يقولك مين هو أفضل واحد؟ خير الناس من إذا رأيته ذكرك بالله. أشرف رجل في الوجود مين يا جماعة؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبعدين تعالوا حكموا عقولكم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إحنا محتاجين إن إحنا ونحن نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى، إن إحنا نحاول نغير من واقعنا، نغير هذه القلوب. تحتاج أن تتطهر برمضان وتحتاج أن تتصدق، ولذلك ربنا يجي في القرآن يقول له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم السيدة عائشة. شوفي جزء من رحمة عائشة بالفقير، إن هي عايزة تديله الدينار بكل شياكة، فتشتري مسك غالي جدا وتعطر به الفلوس، وبعدين تعطر به العملة، وبعدين تسأل ليه كل ما ناخد دي الرحمة لربنا. فتقول إيه؟ علمني رسول الله أنه ينزل في يد الله قبل أن يصل إلى يد الفقير. ولذلك دايما نتعود على هذا الأدب الجم، ونسير على هذا الضرب. وفكرة إن أنا دايما أكون الضعيف الذليل أمام عظمة الله تبارك وتعالى، كل ده مثل المؤمنين في توده. عارفة حبنا لبعضنا يجلب، مش بتسأليني أسباب الرحمة، حبنا لبعضنا يجلب لنا الرحمة. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معنا رواية لطيفة تقول لك المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة، ما ضاعت الأمم من حولنا إلا بثقافة الكراهية والقسوة والغلظة. ولذلك لما أراد الله أن يمدح محمدا أشرف ما كان في قلب النبي، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صحيح. أستأذنك نروح فاصل ونكمل إن شاء الله. تفضل. مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. يا رب يا رب نفسي حياتي تكون ليك، أرجع لك لو مهما عصيك، وأجيلك مع كل أدان، أترجاك باسم المنان، تسامحني وتغفر لي ذنوبي، ترحمني وتستر لي عيوبي، أنا أصلي مجرد. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا معنا مره تانية. معنا النهارده فضيله الشيخ ابراهيم رضا، اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. تقدروا كمان تبعتوا لنا اس ام اس على رقم 912235. شيخ ابراهيم خلينا ناخد اسئله من اللي موجوده معانا، واعتقد ان السؤال ده جالنا قبل كده واتبعت قبل كده. بتقول بدعي على نفسي كتير جدا بالسوء ومش عارفه ابطل، ومش عارفه، خايفه ان ربنا يستجيب دعوتي، فاعمل ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يدعو على نفسه أو على أبنائه أو على عامة الناس، وعليها أن تستغفر الله، لأن هذا يعد من باب المعاصي المذمومة التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أعمل إيه؟ علي أن أجتهد على القلب وأن أملأ القلب بمحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بتحيا حياة ما فيهاش حالة من حالات الاطمئنان. طب أنا أجيب الاطمئنان منين؟ قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صحيح. بتقول جوزي بيعمل في بلد غير البلد اللي هم عايشين فيها، اللي هي في متجوزة فيها يعني، وعايزني أروح له، ورحت واستقريت معايا وأنا مش مرتاحة وعايزة أرجع تاني وهو مش راضي. إحنا ساكنين بالإيجار في البلدين الاتنين، عايزة حل. واضح إن هي مش عايزة تقعد معاه في البلد اللي هو موجود فيها. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العلاقة الزوجية لا تقوم على العدل، من خلال ما نزل عليه من كتاب ربه. يقول ربنا في كتابه ولا تنسوا الفضل بينكم. الفضل معناه أن احنا ما نمسكش البعض عن وحدة، ولكن نحاول أن نتواصى،
انا هاجي على نفسي شويه وهو هيجي علي على نفسه شويه. هذه الاسره بحاجه الى حوار، يطلعوا بره كده يسيبوا البيت ويخرجوا يعملوا حوار مع بعضهم، فان استعصى الامر عليهما على طول يستدعوا حد بيثقوا فيه من الاقارب او من العلماء ويبتدوا يقعدوا ويدركوا جميعا ان تحقيق المصلحه العليا للاسره ده الهم والشاغل الاكبر اللي يجب ان احنا نعمل من خلاله، يا اما اقنعه يا هو يقنعني. وانا مش شايف انها بتشتكي من شخصه قد ما بتشتكي من المكان. انا شايف ان هم يحتاجوا الى حوار، ويعني ما يبقاش فيه روح العند وروح ان انا القسوه الندية. وان نتواضع امام عظمه الله جميعا. كنت مواظبه على الصلاه ودلوقتي مش قادره اصلي خالص. ده حالة عادية بتحصل. أنا بقول عادية ليه؟ لأن كتير جدا بيجونا المساجد ويقولوا يا جماعة أنا توبت وبعدين صليت شوية وبعدين رجعت وبعدين ليه؟ لأنه ما بيشتغلش على نفسه يا أستاذة لمياء. اللي بيصلي وبيقطع في صلاته ده حد ما بيشتغلش على قلبه. لازم أهتم بسماع دروس العلم، لازم يبقى ليا قدوة من العلماء، أشوف المسجد اللي جنب بيتي شخصية الإمام منسجمة معايا ولا لأ، أروح مسجد آخر. المهم لازم يبقى في حد أستعين به على طاعة الله. وسيدنا النبي علمنا الحكمة دايما، كن عالما أو متعلما ولا تكن ثالثا فتهلك. الحالة الرمادية اللي بين العلم وطالب العلم دي حالة غير مرغوب فيها، فلازم يشتغل على نفسه أو تشتغل على نفسها إلى أن تستمر. ودي من آفات إن أنا ما عودش ابني على الصلاة وهو صغير. ليه؟ لأن فلسفة الإسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مع أنه هو مش متكلف إلا من 15 أو 20 سنة. قال لك لكي تتحول العبادة إلى عادة فتصبح سجية وطبيعة فالإنسان خلاص يعتاد، لكن اللي بيصلي في الكبر دايما بيشتكي من الشكوى اللي احنا بنسمعها. بتقول أنا والدي ما بيصومش، أعمل إيه عشان أخليه يصوم؟ تجتهد عليه، وده عامل زي السؤال اللي قريب جالنا. تجتهد عليه، هي دلوقتي مأمورة أن هي تقدم سلوك حسن للأب، ما تعنفوش، ما تحاولش ان هي تعمل مشكله، ما تعالجش مشكله بقطيعه، ولكن ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. حبك لابوك هو دايما الحصن اللي انت هتحاولي من خلاله انك انت تحاولي تخشي له من كل المداخل اللي يحبها، وتحاولي تختاري الاوقات، وتحاولي بكل ما اوتيتي من قوه. والله بقى لو الدنيا استمرت على كده هفكرك بالايه اللي بتقول إنك لا تهدي من أحببت. صحيح. طيب بتقول أنا تركت عملي واضطردت منه وأخدت قرض عشان أشتري سيارة، هل ده حلال ولا حرام؟ عندنا القرض لشراء السيارة، زمان كانت السيارة بيقولك إن هي من الكماليات والكلام، عندنا إحنا بنجوز القروض في حالات الضرورة، فإن كانت السيارة ضرورة من ضروريات الحياة فلا شيء فيه. يعني الاصل ان انا ما بلجاش للقرض عشان اكل او علشان اجيب فلوس وانفق نفقه بلا منطق، ولكن في حالات الضروره القصوى والضروره تقدر بقدرها. طيب ما حكم الدين في رئيس جمعيه زراعيه لا يخاف الله ونحن نعلم ذلك، فما علينا؟ والله يا استاذه لمياء الراجل ده بحييه على السؤال، او اللي سال دي بحييه على السؤال. الفساد مش فلوس، الفساد ضمائر خربت وماتت وأصبحت في خصومة بينها وبين الله سبحانه وتعالى. علينا أن نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولن يقوم لهذه الدولة قائمة إلا إذا أصلحنا نحن الأول المواطنين ما بيننا وبين الله. لن يصلح الله حال الأمة إلا إذا غيرنا من نفسنا. عايز الشباب الحيوي الجميل في كل قرية في كل تجمع هم اللي يقوموا وهم اللي يتصدروا المشهد. لما يلاقوا فساد يقلبوا الدنيا ويروحوا ويتواصلوا مع الأجهزة المعنية، ولو شايف فساد أكشفه ولا أتستر عليه، وأغضب لله وأفرح لله كما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. استأذنك ناخد التليفون. فضل. مدام إلهام. ألو. 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 تفضلي. تفضلي، أهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. لو سمحت انا كنت عايزه اسال الدكتور بس. اتفضلي. على بالنسبه انا عندي السكر وعندي الضغط وباخد علاج السكر والضغط وعندي التهابات في المفاصل. سلامتك، الف سلام. الف سلام. الله يسلمك. هل انا صمت العشرة الاولانيين والعشرة الثانيه كان عندي عذر، ولسه يعني جيت اصوم مش قادره، يجي لي هبوط عايزه اشرب ميه على طول. انا عايزه بس اعرف ده ذكائي وايه حضرتك ولا حاضر. حاضر حاضر، تبين حضرتك.
بنقول أن الله تعالى فرض الصيام على القادر المستطيع وعلى الذين يطيقونه من أصحاب الأعذار فدية طعام مسكين. أختنا بتقول أنا مريضة بالسكر، السكر كله مش درجة واحدة، بعض الأحيان بيبقى الصيام مفيد في السكر من الدرجة الثانية كما نقول ونردد دائما، لكن اللي أنا محتاجه أي ليها طبيبها الخاص بتروح تقول للطبيب والله اديني نصيحة، إن نصحها الطبيب بالإفطار عليها أن تفطر، وإن لم ينصح بالإفطار عليها أن تصوم، لأن الله قال للقادر وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صحيح. طيب منعوها إن هي تدخل تشوف زوجها بعد الغسل قبل الدفن هي وأولادها، ومنعوها كمان من إن هي تمشي في الجنازة، هل في حرمانية في ده ولا لا؟ المشي في الجنازة أنا لي موقف فيه، أنا ممن يميلون إلى عدم مشاركة المرأة في الجنازة إلا لضرورة. هل بيبقى عليها وزر؟ سيدنا النبي في الحديث الشهير لما دخل على السيدة فاطمة وسأل عنها فوجد أنها غائبة عند بني فلان تصنع لهم طعاما، فلما عادت قال لها أين كنت يا فاطمة؟ قالت يا رسول الله خرجت كي أصنع طعاما لفلان لبني فلان لأنهم عندهم ميت. وده من أدب النبوة أن الجار يقف جنب جاره طبعا في الوقت ده وهو اللي يهتم بشؤونه. فقال لها هل ذهبت إلى القبر؟ قالت لا. قال والذي نفس محمد بيده لو خرجت خلف الجنازة أي مختلطة بالرجال ما شممت رائحة الجنة. أنا شايف أن اللي رايح تشيع الجنازة على الرجال، لكن الفكرة دي فكرة أن أنا لازم أكون موجودة ولازم أعمل إحنا بنقول يا جماعة إحنا في غنى عن هذا، واللي هيودعه هنا هو اللي هيودعه عند القبر، وممكن بعد ذلك تروح تزوره لأن الزيارة شرعت للعظة والاعتبار بشرط أن تكون قد توفرت لها الضوابط الشرعية. فكرة ان هي ما دخلتش على الغسل انا يعني لا اجد حرج في ان هي تنظر النظرة الاخيرة. وبعض الناس يقول لك لا ما تدخليش انت كده، اصل انت خلاص اتحرمتي عليه، انت كده ما بقيتيش أجنبية. انت كده اجنبية. عارفة ده ليه؟ ده نظرة موروثة، احنا عندنا فيها حاجات اسمها عادات تأصلت حتى تغلبت على العبادات. يقول لك اللي بينظر للمرأة على أنها الشيء اللي مش حلو، الشيء اللي مش عارف إيه، الشيء اللي فيبتدي لا ما تخشيش لأن الرجل وكأن هي يعني مش على طهارة. لا، دي نظرة غريبة جدا. وإحنا شفنا أمهات المؤمنين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاضت روحه الشريفة وهو يضع رأسه في حجر السيدة عائشة وهي اللي كانت بتقيم معاه الحوار وتبارك النبي وتأخذ ماء بعضا من الماء وتضعه على جبين النبي ويقول آه إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة وكانت أقرب المقربين إليه صلوات الله وسلامه عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب خلينا نتكلم بقى شوية في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن الخجل. ويمكن لما تتكلم قدام حد وتقول أصل الراجل ده مثلا بيخجل فيقولك وفي راجل بيخجل مفيش حاجة اسمها كده، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده خجل جميل. بالتأكيد حياء النبي صلى الله عليه وسلم جزء من شخصيته الرفيعة. سيدنا النبي يسأل عن أخلاقه فيقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. أدب النبي مستمد من تعاليم الله سبحانه وتعالى. الرواية الصحيحة تؤكد كان رسول الله أشد حياء وخجلا من العذراء في خدره. البنت اللي هي قبل مرحلة ما قبل الزواج حالة الخجل التي تكسو وجهها كان رسول الله أشد حياء من البنت في هذا التوقيت الزمني في مرحلة ما قبل الزواج. حياء النبي كان أولا من الله، حياء النبي كان من الصحابة، حياء النبي كان حتى من الزوجات، حياء النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا يحتذى به. في فرق بين ان الرجل يبقى عنده حياء وفكرة ايه الرجل ما بيتكسفش، لا، يجب علينا ان نستحي من الله سبحانه وتعالى حق الحياء، لان الحياء هو مظهر المؤمنين. وخلينا نقولها بصراحة، لن نستطيع أن نلبس عباءة الحياء إلا إذا كانت التقوى نبتت في القلب، إنما يتذلل لي أوليائي بالخوف والخضوع والتقوى تنبت في قلوبهم وإتني وتظهر على أجسامهم، فهي ثيابهم الذي يلبسون وضميرهم الذي إياه يستشعرون. طب أنا لما أقابلهم بعمل إيه؟ أبقى عندي حياء معهم. فإذا لقيتهم لما تقابل لعباد الله الصالحين من العلماء فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك، واعلم أن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من تجرأ على ولي من أولياء الله وصالح ممن يعبدون الله فقد أعلن الله عليه الحرب.
استاذنك ناخد التليفون. مدام راندا. ايوه اهلا بيكي اتفضلي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كلمه الشيخ اتفضلي. لو سمحت انا بنتي عندها 4 سنين ف بتكلمني بحاول اطلع منها معلومه او حاجه مش راضيه تقول لي خالص، فخايفه اشك باباها. باباها عصبي جدا فخايفه يعني مشكله في البيت. انت عايزه تطلعي منها معلومه؟ معلومه ايه اللي عايزه تطلعيها منها؟ هي بتقول لي في ولاد ضربوها بالقلم او حاجه، ضربوها جامد، فبقول لها ليه ضربوكي؟ مش عايزه تقول لي. تقولي انا مش عايزه اقول يا ماما. ضربوها فين؟ هي 4 سنين. هي بتروح ايه، حضانه؟ لا مش حضانه، احنا عندنا بيتنا يعني قدام البيت، تلعب قدام البيت وكده مع اخواتها، فاصحاب اخواتها تقريبا، ما اعرفش حد ضربها. فبتقول لي قالوا لي ما تقولش لماما. طب في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ مش راضيه تقول لي خالص. باللين بالعنف مفيش. حاولت مع اخواتها، حاولوا معايا، مفيش معلومه راضيه تطلع منها خالص. فانا خايفه اشك بابا عصبي جدا. فممكن يحملني انا كل المسؤوليه، انت خرجتيها، انت عملتيها، وطبعا دي طفله انا مش بقدر اتحكم، وبجري وراها برضو انادلها وادخلها وتخرج وتعمل، تشوف اخواتها بيلعبوا وبتخرج معاهم، فانا طول الوقت فيه، فانا خايفه مش عارفه اعمل ايه. انت قلقانه من ايه؟ طيب اندرج في إيه؟ لو انت تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسوقكم، ولا اعمل ايه بالظبط؟ انا قلقانه قوي. انا ما سمعتش الجزئيه الاخيره. انت يعني فكره تقولي لجوزك ولا تخبي ولا تسكتي يعني ما تتكلميش؟ خايفه مش عارفه اعمل ايه، اول مره اتحط في الموقف ده بصراحه. طب مش هي صبيان عمرهم ما خبوا عني حاجه. 4 سنين اصل دي 4 سنين مش فاهمه حاجه. طيب تابعينا يا مدام رندا. هو نجاوب علشان احنا وقتنا بينتهي. بس هي 4 سنين، واعتقد ان هي انت ما عندكيش مشكله، ما ان شاء الله ما فيش حاجه يعني، ما تخرجهاش تاني. السؤال ده بيجيب لنا اخر مظهر من مظاهر الرحمه في البيت، رحمه النبي في البيت، لما كان يداعب الحسن والحسين ويشيلهم على ظهره ويطلعوا، ولما كان على المنبر وبيخطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين ويبكي الحسين، فينزل رسول الله من على المنبر ويحتضنه ويقبله ويحمله إلى أعلى المنبر ويكمل خطبته. أنا شايف حالة غريبة جدا في السؤال. شايف أن الأم يعني مش قادر أقول أن السؤال طبيعي، لأن إحنا بنتكلم عن طفلة عندها 4 سنوات، وبعدين أي مشاهدة تديني معلومات ومشاهدة تتعاون معايا كأنها بتتعامل مع واحدة من سنها وفهم. واستشفيت حاجة غريبة ومريبة، أن أنا خايف أوصل الموضوع لأبوها. الأب يا جماعة ليه؟ هو الأب شكله إيه مع ال4 سنين؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان بيقبل الحسن والحسين، وفي رواية دايما كانت تيجي مجهلة لاسمك، قيل أنه سيدنا الأقرع ابن حابس، قال له يا رسول الله والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم قط. سيدنا النبي غاضب وقال له وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك ولا تنزع إلا من شقي. فيا جماعة إيه اللي بنقوله ده؟ نحن بحاجة إلى أن نستميل هؤلاء الصغار وأن نربيهم على الحب وعلى الود وعلى الطاعة وعلى البر، حتى إذا ما كان هذا هو المخزون الذي وصل إليهم صدروه لنا عند الكبر. صحيح. إعمالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة افعل ما شئت كما تدين وتدان. صحيح. فضلة الشيخ بشكر حضرتك جدا، نورتني النهاردة. أشوفك على خير إن شاء الله. ولمشاهديك وجوزيتك كل خير. ربنا يخليك. بشكركم مشاهدينا وأشوفكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. بلغني أيها المشاهد الكريم أنه قد جاءنا الشهر الفضيل، هل الهلال فيه اكتمل؟ هل الهلال واكتمل ورجعت يا أغلى الشهور، محلى السيار